قصة آدم عليه السلام. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره. فأول ما خلق الله القلم، ثم أمره أن يكتب، فكتب القلم بإذن الله كل شيء سوف يحدث في هذا الكون. ثم خلق الأرض وكانت كتلة وطبقة واحدة، ثم فصلها فأصبحت 7 طبقات، ثم تبتها بالجبال، وخلق فيها البحار والأنهار والأشجار والثمار، وخلق كل ما في الأرض في 4 أيام. ثم خلق السماء واستوى وعلى على عرشه فوق السماء سبحانه وتعالى، وجعل هذه السماء بعد أن كانت طبقة واحدة جعلها 7 سماوات في يومين. خلق في الكون الشمس والقمر والنجوم، ثم خلق الملائكة من نور وسكنوا في السماوات 7، منهم من هو قائم يصلي، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو ساجد، ومنهم من هو منشغل بالتسبيح والتحميد والتكبير، ومنهم من يحمل العرش الذي استوى الله عز وجل عليه، ومنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بالجبال، وغير ذلك من الوظائف العظيمة والكثيرة. ثم خلق الله عالم الجن من نار وأمرهم أن يعبدوه وأسكنهم الأرض. لما أراد الله أن يخلق آدم عليه السلام قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا. فتعجبت الملائكة وقالت على سبيل الاستفسار: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن لم نقصر في التسبيح بحمدك؟ فقال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قبض الله قبضة من جميع طين الأرض وترابها، وتربة الأرض فيها الأحمر والأبيض والأصفر والأسود، ولذلك جاءت ذرية آدم عليه السلام منهم الأبيض ومنهم الأحمر والأصفر والأسود، ومنهم الطيب والخبيث، منهم السهل والصعب وما بين ذلك. ثم صور الله آدم فكان جسدا من طين لا يتحرك، ثم صار هذا الطين اللازج طينا أسودا، ثم جف هذا الطين حتى أصبح صلصالا يابسا مثل الفخار. ثم ترك الله آدم عليه السلام فترة من الوقت، وتعجبت الملائكة من هذا الصلصال المجوف الذي لا روح فيه، وكان خلقه عجيبا، كان طوله 60 ذراعا. أما إبليس فجعل يفكر ويدبر، وكان يحمل في نفسه الشر والكبر والعجب. وإبليس خلقه الله من النار، فهو من أسرة ومن عائلة من عائلة الجن، والجن خلقت من النار. كان إبليس الذي خلق من النار يعبد الله مع الملائكة التي خلقها الله من نور، فهو ليس من الملائكة بل كان من الجن. اقترب إبليس من آدم وهو صلصال لا روح فيه، فدخل من فمه فرآه من الداخل أجوف لا روح فيه، وخرج منه فأصاب إبليس الغرور والعجب. ظل آدم جسدا لا روح فيه، ثم نفخ الله فيه الروح، وكلما دخلت الروح في شيء من جسده أصبح لحما ودما. ولما بلغت الروح رأس آدم عطس فقال: الحمد لله. فكان أول من حمد الله من بني الإنسان. فلما دخلت الروح جسد آدم كله قال الله له: يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة فقل لهم: السلام عليكم. فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع آدم إلى ربه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك. ثم مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذريته التي سوف تولد إلى يوم القيامة، وأعطى كل إنسان شكله، وكان كل إنسان له نور بين عينيه. فنظر آدم فوجد رجلا من ذريته من آخر الأمم، والنور الذي بين عينيه ساطع وجميل. فقال: من هذا الرجل يا رب؟ قال: رجل من ذريتك اسمه داود. قال: كم عمره؟ قال: عمره 60 سنة.
قال: يا ربي زده من عمري 40. فأصبح عمر آدم 1000 سنة إلا 40 عاما، وعمر داود 100 سنة. ثم عرف آدم الأسماء كلها: الشجرة والحجرة والشمس والقمر والنجوم والسماء والأنهار والبحار وغير ذلك. أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام تكريما له وطاعة لله عز وجل، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فقد أصابه الكبر فلم يسجد وكان من الكافرين. فقال الله له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله له: فاهبط من السماء والجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. خرج إبليس من الجنة وطرد من رحمة الله، وسماه الله تعالى شيطانا وطاغوتا ورجيما ولعينا وإبليسا، وتوعده الله بالنار هو ومن اتبعه وصار وراءه وسلك طريقه. سكن آدم في الجنة ومشى فيها وحيدا وأحس بالوحدة، أليس هناك أحد يصاحبه ويسكن إليه. وفي يوم نام نوما طويلا، وشاء الله تعالى أن يخلق له زوجة يسكن إليها، فخلق الله من ضلعه امرأة جميلة وهي حواء. فلما استيقظ آدم من نومه رآها فأعجبته وأحس نحوها بالعطف والحنان. مشى آدم وحواء في الجنة يأكلان من ثمارها الجميلة، وقال الله لآدم عليه السلام: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كان العدو خارج الجنة يحاول التسلل والدخول إليها ولا يستطيع، وقال الله لآدم عليه السلام: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نظر آدم وحواء إلى الشجرة التي حرمت عليهما، ثم مشيا يأكلان من ثمر الجنة الذي أبيح لهما، وهما يعيشان في سعادة وسرور. أما إبليس الذي طرد من الجنة فكره آدم وحواء كراهية شديدة، وعزم أن يجعل آدم وحواء يهبطان من الجنة كما طرد هو الآخر منها. بدأ يوسوس لآدم وحواء أن يأكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهما، وأقسم لهما أنه ناصح أمين، وأن هذه شجرة الخلد من أكل منها لا يموت. فلما أقسم لهما بالله صدقاه، وأكل آدم وأكلت حواء فظهرت سوآتهما، أخذهما الحياء من الله عز وجل، وراح كل منهما يضع من ورق أشجار الجنة على عورته حتى يخفيها، وظهر لآدم وحواء أنهما عصيا الله، وأن إبليس هو الذي تسبب في ذلك، وندما ندما شديدا. قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جاء الأمر من الله أن يهبط آدم وحواء إلى الأرض: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبط آدم وحواء إلى الأرض، وبكى آدم وبكت حواء، فقد انتهت أيام الجنة سريعا، وكانت أياما طيبة لا جوع فيها ولا عطش، بينما في الأرض الجوع والعطش والشقاء. وتلقى آدم عليه السلام من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وكان آدم
قد علمه ربه الأسماء كلها، فكان يعرف الزراعة ويعرف أسماء النباتات والحيوانات. فبدأ آدم يبحث عن البذر حتى يغرسه ويسقي الأرض بالماء، ثم يحصد الزرع ويفركه ويطحنه، ثم يعجنه ويضعه على النار، ثم بعد ذلك يأكل هو وحواء. وأمر الله آدم أن يعمر الأرض، وكان يولد له ذكر وأنثى في كل مرة تحمل فيها حواء. أمره الله سبحانه وتعالى أن يزوج كل ابن بأخته التي ولدت مع أخيه من البطن الأخرى، ولم يكن يحل للأخ أن يتزوج أخته التي ولدت معه في بطن واحدة. بدأ آدم يستقبل أولادا كثيرين، ففي كل حمل تلد حواء ولدا وبنتها.